اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك. نؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك، ونهجر ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك اختصمنا ولك احتكمنا وبك استعنا. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت يا رب. أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات يا رب، وتقول هل من تائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات يا رب. يا من يجيب العبد عند سؤاله ويجود للعاصين بالغفران، وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق، البارئ، المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وسيدنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، البشير النذير، السراج المنير، أرسله الله بالهدى ودين الحق. أفمن شرح الله صدره آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وإذا جاءت هذه المقارنات في كتاب الله فانظر لنفسك أي الفريقين تختار، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمنهم شقي وسعيد، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن شرح الله صدره للإسلام، وانشراح الصدر للإسلام، والإسلام دين الله المعتبر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين،
إن الدين عند الله الإسلام، فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على دين الإسلام. ومنة عظيمة ومنحة كبيرة من الله العلي الكبير ذي الفضل العظيم أن هدانا الله تعالى للإسلام، وأن جعلنا من أمة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ولذلك عباد الله، انشراح الصدر للإسلام، إذا هدى الله تعالى العبد لهذا الدين فهو في حاجة أن يجدد عهده مع الله على الدوام. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا صباح مساء، وذلك تجديد عهد مع الله تعالى، إذ أن الهداية للإسلام إلى أن يلقى العبد ربه عز وجل. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا هو انشراح الصدر للإسلام، وهي نعمة عظيمة عباد الله. تأمل دعاء الكليم موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ومنة الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وبانشراح الصدر يضع الله تعالى الوزر ويرفع الله تعالى للعبد الذكر. وأكثر العباد رفعة لذكرهم هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما شرح الله تعالى صدره للإسلام. فانشراح الصدر للإسلام الثبات على الحق وعلى دين الله حتى يلقى العبد ربه عز وجل. وفي المقابل، ولكن من شرح بالكفر صدره، الذي يشرح صدره للكفر والعياذ بالله يكون عرضة للانزلاق وللانحراف وللتردي وللردة وللخروج عن دين الله تعالى. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مقابل ذلك، ولكن من شرح للكفر صدرا، أفمن شرح الله صدره للإسلام، وهذه هي الهداية كما قال الله تعالى: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والهداية أن يقبل العبد تعاليم الدين من الله عز وجل، وأن يأخذ دين الله تعالى كاملا كما أراد الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ذم الله تعالى اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل من ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ذمهم الله تعالى لما أرادوا أن يفرقوا بين الله ورسله، يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. ولذلك المؤمن إذا آمن بالله وخضع لله تعالى حقق الإسلام، الذي هو بمعنى الاستسلام التام لرب العالمين. وهذا قول الله: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها
وإليه يرجعون. أسلم من في السماوات والأرض، أي خضعوا لله وخشعوا لله وسجدوا لله وسبحوا الله. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ولذلك أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم داوية كافية وافية شافية: إن إلهكم لواحد، وإن ربكم لواحد، وإن دينكم لواحد، وإن أباكم لواحد، كلكم لآدم وآدم خلق من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. الناس سواسية كأسنان المشط. ثم تلا قول الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الدين، والتفضيل بهذا الدين عند رب العالمين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لما قيل له، قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون. فهذا هو الإكرام وهذا هو التكريم عباد الله، أن يوفق العبد لأمر الله تعالى ولدين الله عز وجل. ولذلك فلنحمد الله تعالى كثيرا على نعمة الإسلام، ولنعلم أنه لا شيء يجمعنا أو يوحدنا أو يجمع كلمتنا أو يوحد صفنا أو يلم شملنا إلا دين الله تبارك وتعالى الذي ارتضيناه ومن قبل ارتضاه لنا الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والدين المرتضى عند الله تعالى هذا الدين، ولا يكون مرتضا إلا إذا سعى العباد إلى رضوان الله. وفي الصحيحين جاء يهودي إلى عمر رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا يوم نزولها عيدا لنا. قال عمر: وما الآية؟ قرأ اليهودي قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا يوم نزولها عيدا. قال عمر رضي الله عنه: إني والله لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في يوم عرفة، في يوم الجمعة، وكلا اليومين عندنا عيد معشر المسلمين. اللهم اشرح صدرنا للإسلام، اللهم علمنا الحكمة والقرآن، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. من علينا وعلى بلادنا بالأمن واليمن والأمان والأمانة والإيمان،
والسلم والسلام والسلامة والإسلام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله 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 ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العبادة نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، على نور من ربي. وفي الأثر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قال عليه الصلاة والسلام: إذا قذف الله نوره في قلب العبد. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: بالتجافي عن دار الغرور والاستعداد لدار الخلود والتزود للموت قبل نزوله. تجافي عن دار الغرور، وهل جاء الإسلام ليطلق العبد الدنيا أو ليهجر الدنيا؟ قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وإنما المراد هنا عباد الله ألا يركن إلى الدنيا ويترك الآخرة. ولذلك لو تأملنا آيات القرآن الكريم، إذا جاء الذم للدنيا يأتي في المقارنة مع الآخرة وبإيثارها وتفضيلها على الآخرة: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وللآخرة خير لك من الأولى، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. حتى يكون العبد طالبا للآخرة فللدنيا طلاب وللآخرة طلاب، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فكونوا طلاب الآخرة ولا تكونوا طلاب الدنيا.
بجمع النصوص من بعضها ذم الله أقواما، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وامتدح أقواما، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وكان هذا أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وأنس بن مالك رضي الله عنه، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه، كان أكثر ما يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقالت أم سلمة رضي الله عنها بل كان أكثر ما يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو أثبت عباد الله قلبا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قارن بين هذا وبين قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل نزل به الروح الأمين على قلبك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ومع ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أكثر ما يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن حسنة الدنيا وحسنة الآخرة وثواب الدنيا وثواب الآخرة لمن ثبته الله تعالى على الحق. فلما قسم الله العبادة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، الذين أرادوا الآخرة قال الله فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وتصديق ذلك في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن عباد الله، الإسلام ليس مجرد تسمي أو انتماء بالاسم، وإنما هو إذعان لله وانقياد لتعاليم الله وتجرد عن كل ولاء إلا لله رب العالمين، عن كل جهوية أو قبلية أو عنصرية أو تبعية أو طائفية أو عمية جاهلية إلا لله رب العالمين، وهذا هو الفائز. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يتبع حقا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. اللهم ردنا إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين.
اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وعمر قلوبنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك، واحشرنا في زمرة نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء، اللهم رد عنا الوباء والبلاء، اللهم أزل عنا الوباء والبلاء، اللهم أزح عنا الوباء والبلاء، اللهم اذهب عنا الوباء والبلاء، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم من علينا وعلى بلادنا بالأمن واليمن والأمان والأمانة والإيمان والسلم والسلام والسلامة والإسلام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، سلاما وئاما، رغدا غدقة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والربا والرشا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا صيبا نافعا هنيئا مريئا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ونفس خطوبنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وحصن فروجنا ووسع دورنا ونور قبورنا وشد أزرنا وفك أسرنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واحفظ أهلنا واقض ديننا وأكرم نزلنا وابسط رزقنا وارفع ذكرنا وارفع قدرنا ووسع مدخلنا وأحسن خلاصنا وحسن أخلاقنا وحسن أعمالنا وأحسن ختامنا وأحسن عاقبتنا ووسع أرزاقنا وثقل ميزاننا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، ويسر لنا كل عسير، واغفر لنا ولوالدينا. إليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم عاملنا بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل. يا أهل التقوى، يا أهل المغفرة، يا قديم الإحسان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد، لمن أسسه، ولمن شيده، ولكل من ساهم فيه، ولمن عمره، ولكل من عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعيب مستور، وكسر مجبور، وقلب مسرور، وعدو مقهور، وظالم مدحور، ورزق ميسور، وخير موفور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، كلنا في جميع الأمور. يا عزيز يا غفور، يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، ما ذكره الذاكرون الأخيار، وما تعاقب الليل والنهار. صل
عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار.